ما يقارب 2000 متر عن مراقد الأئمة في كربلاء، مبازل ونفايات يستقبلها الوافدون للمحافظة من طريق يربط بين بغداد والكمالية وصولا لمنطقة البوبيات، يرافقه انشغال حكومة كربلاء بإعادة تأهيل مناطق تحدد حسب توجيهاتهم. مو بس يعني مرض ولا بس أذية، يعني هسه أنا بيتي بالفرح، كون على ثقة، يعني العائلة كلها معدتها، الجوانين كلهم باعوا، يعني أنا واحد من الناس هسه عارض بيتي للبيع وبطقة نازل أبيع، من سبب يعني مشروع بدوا بيه من يم الجامعة وصلوا بيه لهنا وتوقف، مشروع بدوا بيه من يم العفو مال روضتين وتوقف، يعني مخازي، يعني هيك منطقة سكنية بها هيك شيء، عرفت، وقريبة على الإمام، يعني هسه احنا ثلاث أرباع القطوعات كلها تصير منها، يعني من جزارة يشوف كربلاء هيك، يعني هاي الوضعية هنا، يعني محسوبة على هالكربلاء، يعني تشتغلون تبوقون المشاريع تعوفوا عن النص، يعني مخازي والله مخازي. ساكنو المنطقة لا تخلو حياتهم من الأمراض الجلدية والرائحة الكريهة وأجهزة معطلة بسبب الغازات المنبعثة من مكان لا يفرق كثيرا عن مقالع النفايات. بالنسبة لهذا البزل عندنا أطفال تمرضوا، حتى لحد الآن الثلاثة بالبيت نايمين، الله وكيل، من وراء البزل هذا. البزل الطاء المقاول، والمقاول نصه وعافه، هاي قبل سنة تركوا العمل عليه، يابا شنو السبب؟ ما مطيهم فلوس، زين، وظلينا احنا من هذاك اليوم لهذا اليوم، لكن من قناتكم الموقرة تناجدون الجهات العليا يسوون لنا حل. 1500 متر طول هذا المشروع، أنجز منه 500 متر فقط بعد مناشدات أكثر من 15 عام، ليتوقف بعد عام واحد بسبب تخصيص مالي أو فساد إداري. هذا البزل أمراض خبيثة جاي يسوي، والله العظيم، يعني صار لنا تقريبا فوق 15 سنة هنا، الزبالة والريحة، لا ثلاجة بقت، لا مروحة بقت، شكل انتخابات، بالانتخابات تشوفهم يفترون. السلام عليكم، نبلط لكم نسوي لكم هاي المعانات، يعني نهائيا لا، يعني دمرونا دمار. كيلومترا واحدا يبعد عن المراقد الدينية في محافظة كربلاء مكان أشبه بمقالع النفايات وغياب ملحوظ للمعنيين. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.